قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر إن الدول العربية تواجه حاليا تحديات غير مسبوقة. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أضاف جبر أن أهمية هذه الدورة تأتي انطلاقا من ضرورة ترسيخ معالم منظومة إعلامية عربية قادرة على مواجهة التحديات. الإعلام يبدأ مرحلة جديدة، عودة الروح للإعلام العربي، ويمكن كمان أبشركم أن هذا الجمع الكريم إن شاء الله هيكون متواجد في فبراير القادم في دولة الكويت التي تستضيف الاجتماعات القادمة لمجلس وزراء الإعلام العرب. مناسبات كبيرة واهتمام كبير وروح طيبة ومرحلة جديدة تبدأ في العمل الإعلامي العربي المشترك، ونتمنى من المولى عز وجل أن نستمر في هذا المنحى الإيجابي المهم لتوحيد الرؤى في مختلف القضايا، لأن ما نعاني به في مصر يحدث مثله في سائر الدول العربية. تحدياتنا واحدة، ونواجه أمورا مشتركة تقتضي أقصى درجات التنسيق.